ثم إن إسماعيل عليه السلام ولد من امرأة يقال لها هاجر، كانت تعمل عند أحد الملوك، تسلط على إبراهيم وزوجته حتى انتهى به الأمر إلى أن وهبها، أي وهب ذلك الملك سارة هاجر، فمنحت سارة زوجة إبراهيم هاجر إلى زوجها إبراهيم فتزوجها، فأنجب منها ابنه البكر إسماعيل عليه السلام الذي خلد القرآن ذكره، واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. هذا إسماعيل من أين؟ من هاجر التي أوتي بها من أرض مصر، وأسكنها مكة بأمر من الله قبل أن يبنى البيت، وضعهما عند مكان البيت، لكن البيت لم يكن قد رفعت قواعده بعد. ربي إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، رغم أن البيت لم يكن قد ارتفعت قواعده ولم يكن خليل الله قد بناه. هذا هاجر وابنها إسماعيل. على الشق الآخر، كان إبراهيم قبل أن يتزوج هاجر تزوج ابنة عمه واسمها سارة، سارة ابنة عمه، وكانت من أجمل نساء العالمين، ورزق الله عز وجل حبها في قلب إبراهيم.